في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، مش ناس وشخصيات بس، احنا هنلف مصر كلها نحكي عنها وعن ناسها الطيبين، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. وذات ليلة بالليل رمضان، شم مولانا السلطان ريحة غريبة في الديوان، وبسرعة ندع الوزير عرفان، قال له يا عرفان يا ابني الريحة دي يا ابني غريبة عليا. قال له عفوا يا مولاي، الطباخين عاملين لك النهاردة ملوخية، واللي شمه عظمتك ده ريحة التقلية. السلطان زعل قوي، قال ملوخية يعني ايه ملوخية؟ انا كنت طالب يا ابني اوردر سندوتش فول واتنين طعمية. يومها بقى يا سادة مولانا السلطان خد على خاطره ونام زعلان. ايه يا اخوي، وبعد ما طلب مولاك السلطان اوردر الفول والطعمية، طلب ايه تاني؟ هوت شوكلت ولا كنافة بالمانجا؟ ها شجيني شجيني يا مؤرخ السلاطين يا متسلطن. ايه بقى يا رمضان اللي مش عاجبك في كلامي؟ هو مفيش راوي غيرك لحكايات المحروسة ولا ايه؟ مش عاجبني كلامك اللي كله غلط ده عند ليه بالتاريخ. اولا ايام السلاطين ما كانش فيه سندوتشات في الطعمية، كان فيه عجة وفتة وبس، وثانيا ما كانوش لسه اخترعوا الدليفري، وثالثا بقى ما كانش فيه ملوخية بالتقلية اصلا. لا عندك بقى، كان فيه ملوخية ونص، واللي شهرها كان الخليفة المعز، والمخريزي صاحبك هو اللي حكى ان بطنه لما كانت وجعاه اكلوه ملوخية، وكانت على فكرة اسمها من ايام الفراعنة خية. المهم المعز لما اكلها ارتاح واتبسط جدا، لدرجة انه بعد كده احتقر اكلها هو وحريمه وولاده وحشيته، وسماها ايه بقى؟ ملوكية، يعني اكلة الملوك. مظبوط يا مولانا، لغاية كده عندك العيب، بس برضو المصريين ما حطوش التقلية على الملوخية إلا بعد سنين طويلة، ودي ليه حكاية بقى. كان بطلها الحاكم بأمر الله اللي منع زراعة الملوخية أساسا إلا في جنينة قصره، وفي يوم وقعت الملوخية على رجله وهي سخنة ملهلبة، فزعل وما بقاش يهتم بيها وساب المصريين يزرعوها. أهل المحروسة بقى نكاية في السلطان تفننوا في طبخ الملوخية، عملوها بالفراخ وعملوها بالأرانب وحطوا عليها التقلية. لا مش بس كده، ده وقتها كمان انتشرت نقطة ان الملوخية لما وقعت على رجل الحاكم بأمر الله شهق من الألم، فكانوا كل ما يطبخوا الملوخية يشهقوا ترياق عليه، ومن هنا جت حكاية ايه؟ شهقة الملوخية الشهيرة. انا يا عم باكل الملوخية في جميع حالاتها، ولا بيهمني شهقة السلطان ولا طريقة ام حمدان. وألز مرة بصراحة أكلتها كانت مشطشطة ورهيبة في بيت صحايد أصحابنا، وهناك على فكرة بيجففوها ما بيفرموهاش وبيسموها شلولو. بصراحة أي عزومة في رمضان ما بيبقاش فيها ملوخية بتبقى ناقصة، وألز ملوخية تاكلها هتلاقيها في مطاعم وسط البلد وبالذات في القاهرة الخديوية. والغريبة بقى يا رمضان يا أخويا، إن الملوخية مع إنها نبات مصري أصلي من أيام الفراعنة إلا إن بلاد كتيرة زرعتها وصدرتها كمان، لدرجة إن شفت برة معلبات صناعة يابانية مكتوب عليها إيه؟ ملوكية سوب، شوربة ملوخية. تخيل رمضان. ولو برضو لا يمكن طعمها يبقى زي الملوخية المصرية. أي أكل مصري عايز تاكله صح يا معلم لازم تاكله في مصر، مسقها، بامية، محشي، ورق عنب، وخد عندك بقى خد عندك الفتة بأنواعها والطواجن بأنواعها، ده حتى الكشري مع انه اساسا اكلة هندية عرفناها من العساكر الانجليزي ايام الاحتلال عملناها برضو كشري مصري، وبيزغرط بالدقة والبصل المحمر ليه التقلية يعني. يا سلام بقى لو مع الكشري شوب عصير قصب او كوباية عناب مشبرة، بعد الحمام بقى المحشي بالفريك، اهي دي تبقى عزومة مصرية عظيمة ابا عن جد. ها ايه رأيك يا رمضان؟ يا رمضان يا ابو الكرم يا فييز. والله غالي والطلب رخيص يا عمور، يا شارع فيصل كله ينور الله، ما انت عارف. وعموما انت فكرتني بقى، ضروري احكي لك حكايات المشروبات المصرية دي اللي ملهاش مثيل في الدنيا، القصب والتمر هندي والكركديه والعرقسوس، دي مش مشروبات عادية،
ده الكركدي ده أساسا أصله إيه بقى؟ أنا استنى يا رمضان، بكرة نكمل الحكاية. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.